وهلا حديث البلد مع دينا عازار. بحديث البلد. ميرسي. يعني فارس، يعني فارس بالاغنيه، ما هيدا هيدا اللي بدي اقول له اياه، فارس بالاغنيه وتغزلنا فيه بالجمال. شو هيدا؟ كل شيء. وانت ملكه جمال ونجمه كمان بمجالك، فبعتقد عملنا كومبينيشن منيح. حظي حلو، ما قلت لك اني راضي علي. عم تدعي لك دينا عزار، انت ملكة جمال لبنان لسنة 95 ومقدمة برامج نجمة بمجالك، قدرت تستقطبي اهتمام الناس ومحبتهم لإلك، وانت ضيفتنا الليلة بهالحلقة المميزة من حديث البلد بعد غيبة أشهر عن الإعلام. اليوم انت بمرحلة مفصلية من حياتك، وقفت شغلك بتصميم المجوهرات، عم تعملي إعادة قراءة لتجربتك عامة، وعم بتفكر تبلشي حياة جديدة وشغل جديد. مظبوط. لجأتي لهالقرار بسبب خيبات عشتيها أو بسبب الملل والرغبة بالتغيير؟ A و B. الاثنين سوا. بسبب الخيبات، وأكيد بسبب إنه الواحد لازم على طول يعيد اختراع نفسه، على طول يتعلم شيء جديد، على طول يتغير، لأنه إذا بيقدر بيبقى على حاله ما عنده شيء جديد، خلص الروتين قاتل. ايه، نفس الشيء بالموسيقى، نفس الشيء بالفن، باي شيء لازم الواحد يعيد اختراع حاله على طول. طيب اليوم بالتغيير، التغيير لشو عم تفكري؟ عم فكر اكثر بكل شيء هو اعلام، لانه قبل كان ما كان في كثير وقت للاعلام، بين شغلي والاعلام كان يعني شيء جنون. نعم. وفي كثير اشياء، يعني كل شيء له علاقه بالديجيتال ميديا، وكل شيء له علاقه بالويب سايتس والانترنت والبرامج عبر الانترنت. انا بدي تفوتي بالتكنولوجيا الجديده اللي هي اليوم، هذا هو المستقبل. هيدا المستقبل، وهيك شوي بدك بس تكوني دينا عزار يعني شوي وراء الكواليس، اريح مش اريح؟ بعتقد شوي من الاثنين، لانه صار عندي خبره كبيره بهالمجال، وثاني شيء درست كل شيء له علاقه بالاخراج وله علاقه بدراسه البرامج وكل هيدا. فحابه هلا بعد هالقد وقت طويل حابه اعمل شيء اللي هو خاص فيي. يعني بناخذ برامج، مزبوط انه الواحد بيتدخل بالاشياء الصغيره، عنده صوته وعنده طريقته بالاعداد او طريقته بقول الاشياء، وخصوصا عم بشتغل على الهوا لايف، يعني بيجي كثير منه أكيد. ولكن بالنهايه في اشياء بصير بده شخصيته هو تكون اللي بتطلع، بعدين الاشياء اللي بتريق يعني بحبها هو واحد. نعم. دينا عزار، انت مواليد 1973 بالحدث، والصغيره ببيت بيتالف من صبي وبنت نفس السنه، يعني فارس انت 74 اكبر مني بسنه، بس خلص افهم منك بيوم. افهم منك بيوم. اكبر منك بيوم، افهم منك بالسنه. والصغيره هو الكبير، بس انت الصغيره ببيت بيتالف من صبي وبنت، هن كمان صبي وبنت. عشت طفولتك بين لبنان وامريكا قبل انت عشت طفولتك بين لبنان وامريكا؟ ولا لا؟ لا لا. أوكي. معلومتك غلط. ميشيل قبل ما تنتخبي، بس عايش شباب بين لبنان وامريكا واستراليا وقد ما بدك يعني. تفيه الليله مين؟ غيران قلنا لك من الاول. لا لا. غيران دينا قلنا له من الاول. لمشان اليوم اذا فرقت على الشمال ولا على اليمين ولا بالنص ولا رجعت شعرك لورا، فارس بيطلع احلى منك. خلي لي هالشايب الحلو. اثنيناتهم حلوين. فارس عنده، انا من ميلي وانت من ميلي، وانا عندي فارس من ميلي ومشيل من ميلي. يا عيني يا رب. بس هيدي لكن انت الصغيره ببيت بيتالف من صبي وبنات، عشت طفولتك بين لبنان وامريكا قبل ما تنتخبي ملكه جمال لبنان لسنه ال 95 وتحتلي المرتبه الخامسه بمسابقه كوين اوف ذا وورلد اللي جرت سنتها بالمانيا. بس قبل ما كفي حديثي معك بدي اقول انه اليوم نهار مميز جدا بالنسبه لك، مشان هيك كلنا سوا بدنا نقول لك حبيبي. Thank you.
كوكتيل مميز من هادو فلاورز ماستر اوف كرياتيفيتي اللي دائما بيبعث لنا بوكيت حلوين. وبعت لك فيها تفاح كمان. ما غنيت اغنيه على التفاحه؟ لا ما غنيت بعد. حوا والتفاح بلا لازم يركب شيء فارس على حوا والتفاح. ايه انا هيك انا اجت ببالي هلا. لا والله لازم الله كريم. يعني يلي عم يسمعونا اي شاعر عم يسمعنا بليز بتركزوا على هذا الموضوع. بس كثير حلوه وميرسي كثير على الفكره عن جد. هابي بيرثدي عبال المياه دينا. يوم بصادف عيد ميلادك الأربعين وانت حابه تحكي عن هالموضوع وحاليا عم تكتبي كتاب عن كيف المراه لازم تعتني بحالها وكيف أصبر. لازم تكون بعد عمر ال40 واجمل عمر هيدا. لانه كنتوا كمان عم تحكوا عن نجوى كرم وهي من الاشخاص اللي انا كثير بقدرهم لانه هي حدا ما عنده مشكل يقول عمره ونحن لازم نطلع من هالفكره بحديث البلد يعني سنه الماضي انه لازم نطلع من هالفكره يعني من نلاقي سيدات حلوين ناجحين ناجح انت كمان بالسيدات صح والعمر ما له علاقه ابدا انه ما لازم نضلنا مستحيين فيه لانه بالنهايه قد ما الواحد عمل بشكله وقد ما غير وقد ما شال العمر بالعيون ما بيتخبى فالوحده انه تقول عمرها وتحملها بكرامه واحد بيقول اوف شو هالست الحلوه أكيد. عن ما انه الوحده تجرب تكون عمرها 60 سنه عم تجرب يكون عمرها تبين عمرها 20 سنه في شيء غلط كثير يعني بنفوت بريديكول يعني هيك شوي وبعدين مثل ما قلتي العمر العيون ما بتخبي العمر العيون ما بتخبي الخبره كمان والحكمه اللي بتقدري والخبره حلوه ادينا اكاديميا تخصصتي بالادب الانجليزي الادب المقارن الاداره الماليه وتقييم ودراسه الالماس ومؤخرا دخلت نيويورك فيلم اكاديمي ودرست كواليس صناعة الأفلام رح سميك دورا الإكسبلوراتريس أنا بتحبي تكتشفي ورغم أنه انعرض عليك العديد من الأدوار برصيدك التمثيلي مسلسل واحد بس هو رماد وملح اللي تصور سنة 97 بتحبي دورك بهالمسلسل كتير بحب دوري بهالمسلسل ولكن إذا بدي أرجع أمثل ليه ما قعدت التجربة؟ أول شيء ما إجا نصوص لقيت حالي إنه بقدر أرجع أمثلها، ثاني شيء بعدين مع الوقت بتروح الأشياء وأنا انشغلت كثير يعني وقتها كنت عم أسس شغلة ما كان في وقت لشيء ثاني، وبعدين بيصيروا يفكروا الناس إنه أنت ما بدك تمثلي بقى، وجينا عروض السنة الماضية بس ما كان في شيء مناسب ومش بالهين. طيب فارس إجاك عروض تمثيل؟ إجاني مرة مسرحية بس بعيد عن الخبرية. مؤخرا إجاك مسرحية؟ مؤخرا، أنا إنسان بعتبر رجعت انعملت المسرحيه الله يوفقني يا رب بس بعتبر انه اني قليل الخصيه بهالقصه هيدي يعني اكثر شيء بركز اذا بدك على الاغاني وعلى قلت قبل انه كليب لحتى ما بحب كثير صح شفت الكواليس اذا بدك تعطي دور لفارس كرم شو بتعطي؟ شو؟ كثير مهضوم مش معقول يعني عن جد وبعدين حلو انه قديه هو يعني سامبل وعفوي وما في ادعاء ابدا ما بعرف يعني كله امبروفايزيشن عنده ايه كله يعني بارتجال اللي بقلبه على راس لسانه يعني اكيد وهيدي يعني شيء كثير حلو دينا من الانسان طب هلا قالت لك كل هالكلمات الحلوه دينا من العالم يلي كنا نحن نحلم فيها اكيد هلا قديش قديه طلع عالم بعد دينا عازار راسخه براسنا صح سمبول للجمال مع كل يعني هي صارت رمز للجمال أكيد. دينا أكيد. الله يوفقها طيب بس هي حكيت عنك هالحكي كله انت حكيت عنا هالحكي كله بدنا بوسه هلا على الهواء يعني بوسه ميرسي دينا قدمتي العديد من الايفنتس وبرامج مثل محطات كمان برامج عديده اسرارها وغيرها وصولا لديو المشاهير اللي غادرتي مؤخرا بنص موسمه الثالث انحكى كثير عن اسباب ابتعادك وانت ما بتحبي ابدا تخوضي بهال كمان شغله من الاشياء اللي ما بحبها بهالتفاصيل اليوم اذا عرض عليك برنامج من نفس النوع بتهتمي تاخذيه ولا ما بقى يعني صرتي بفاز ثاني لا بالعكس يعني ديو المشاهير كان اتشوق لروح الشغل من اسبوع لاسبوع وكل برنامج بشتغل فيه ما بشتغل ببرامج ما حابه اشتغلها هيدا من الاول لا انا عم بحكي انه عم تقولي في تورنا اليوم انه في تغيير لا بس بعدنا بالتي في بعدنا بالتي في بعدنا مجال الاعلام بعدنا ما ابتعدنا كليا ولكن
يمكن الطريقه اللي الواحد بيشتغل فيها بتختلف شوي. دينا انت جميله جدا وتصديقا على كلامك وانت ايضا جميله دينا. جدا وكثار من الصبايا غاروا منك بس طلعتي مس ليبان وكثار من الصبايا غاروا منك بس كمان نجحتي اعلاميا يعني بكل مشوارك انت متالقه بس بالرغم من كل هالتالق لليوم ما لقيتي الشريك المناسب لك الشهره بتصعب الامور ايه بتصعب الامور وبعدين في ناس إذا مر واحد ربي ببيت كل واحد لازم يكون بقالب معين يعني نعم. لحسن الحظ أنه أنا صار لي الفرصة أنه أربى ببيت نحن نسمح لنا نفكر نسمح لنا نكون مين نحن نسمح لنا أنه نطلع على كل شيء له علاقة بالبسيكولوجية له علاقة بالفن فكنا يعني مثل ما بقول واحد free spirit شوي أكتر مرتاحين مع نفسنا مرتاحين مع حالنا مربينا على فكرة أنه البنت إذا حلوة يعني تتجوز نصيب أحسن ولا ربينا على فكرة أنه البنت لازم تتجوز ولكن الحب whether الواحد بحب شغله أو بحب شريكه أو بحب أصدقائه عائلته هو شيء من أهم الأشياء بالدنيا أكيد. والإنسان ما بيقدر يعيش بلا الحب أكيد بتأمل إيه بتأمل لي شريك حياتي ما هيك أكيد أكيد بعدنا مثل ما قلنا بعتقد مع أنا عم ريفريش هلا عم ريفريش يعني مبلشين جديد كمان شريك حياتي كمان شريك حياتي عنوان حلو كمان شريك حياتي كمان الشهرة والجمال ألبوم كله جديد سامي يمكن بحطوا حاجز بين دينا أم بين أم يمكن أم بين أم بين حيالله شخص إنه حدا يقرب يحكي يزرق. معه حدا يعني إنسان لازم يكون عنده جرأة الكاملة إنه دينا دينا عزار انت مش من زمان مريتي بتجربه زواج وما دامت لاكثر من اشهر بعد هالتجربه دينا عزار بتعيدها بتتمهل اكثر شو علمتك هالتجربه بتعرفي ما بعتقد مزبوط اللي بيقولوا كانوا يقولوا كنا نحن وصغار انه ايه الزواج بطيخه وهيك كنا نقول لا شو هالحكي هذا حكي نسوان قديم مش مزبوط بطيخه مسكره ايه ولا وبتتعرف عليه وبتعرف الشخص وهيك لا الزواج مزبوط بطيخه ولكن زواج بطيخه كرمال هيك زواج بطيخه هذا عن جد بطيخه مش هيك شلتي مش هيك زواج بطيخه ولازم نبدله بالمول كسرتي عليه وسكرنا ما هيك بس ما بيعرف الواحد الدنيا شو بترجع بتجيب له ما بيعرف شو بحس ما بيعرف شو مكتوب ان شاء الله البطيخه الثانيه تكون حمراء حلوه لانه انت بتستاهلي على السكين لازم تشتري مرت الجاي على السكين لازم تشتري دينا شو تعلمتي من هالتجربه؟ غير انه الزواج بطيخه انه الواحد لازم يسمع لاحساسه اهم شيء لحتى لو كل اللي حواليه ما عم بيقدروا يشوفوا اللي هو شايفه وصعبه هالشغله لانه نحن صحيح انه بنربى بمجتمعات اللي كثير نتدخل باخبار بعضنا وبنعرف قصص بعضنا والجاره بتعرف الخبريه وشو لبستي وشو هيدا اكلتي ولكن بالنهايه كل انسان هو مع حاله لحاله كان عندك احساس غلط بالنسبه لهالعلاقه شي محل ما بدي احكي عن او فيرست امبريشن يعني إيه؟ فينا اكيد يعني دائما الواحد ياخذ الانطباع الاول الانطباع الاول 100% فارس انا بحس لو ما انت مشهور كانت تزوجت عمرك 28 وهلا كان عندك شي 3 ببيات غلطانه ولا لا؟ لا مش غلطانه ابدا كان هيك صار انا وصغير رحت عند بيي قلت له بدي اتجوز بنت جيران كنت حبها قد ايه كان عمرها؟ شي 19 19 لكن انا اعطيتك 28 افانس بحس قبل يعني مزبوط وحق مع دينا ما في اصعب من الوحده يعني انا بلاقي 2000 شخص عم بيغنوا لي غنيتي وعم بزقفوا لي وبدو يرقدوا بروح على البيت بلاقي البيت مسقع ليل انا كرمال هيك مثلا وخالص مزوت يمكن ما في شوفات كرمال هيك عم بقول هو شو عميق انا بحب هيدا العرض اللي عنده مش هيك عم بقول يعني شو بده يكون البيت مسقع غير هيك كان عم بقول ميشيل انه حد ناس هول الناس لحد بعتبرهم اخواتي وبحس فيهم دينا عزار انت اول شيء عرفوك الناس بملكة جمال لبنان دينا عزار وانترفيو ملكة جمال لبنان فيك تجاوبي عن كل الملكات الا عن حالك اوكي اجمل ملكه جمال لبنان باخر 20 سنه
جورجينا ما فينا نقول عنها شيء. لا قبل فكر جوال بحلو. يا عيني عليكي مزبوط. أكثر ملكة جمال كان عندها حضور خلال سنتها؟ هذا صعب، ما بعرف جاوب عليه السؤال كثير، لأنه ما سئب مثلا كثير مرات تكون كثير مسافرة ما تابع شو عم بيصير، فما ما قدرت تعرف إنه وحدة كانت أنشط من غيرها قدرت تعمل شيء؟ لا بس دغري بفكر بنور مناعوم، بحبها كثير. كمان تحية كثير كبيرة لنور مناعوم اللي عن جد عائلتها، لأنه دايبة نعومة ودايبة تهذيب ودايبة تألق نورما. أكثر ملكة جمال برزت بعد انتهاء ولايتها؟ قلنا ما فيك تقولي أنت. بس للتذكير. نادين نجيم يمكن؟ ملكة جمال أنت أصحاب معها؟ أنه بحبهم كلهم بس ما في صداقة صداقة لا ولا بيني وبين حدا لا. أكثر من غيرها؟ يمكن نورما بشوفها مرات أكثر من غيرها. لو رجع فيك الزمان لورا لسنة اللي كنت فيها ملكة، شو بتغيري؟ المايو كان أزرق دخليل؟ أسود. أسود مايو. أسود. إيه كان لو فستان أزرق. كان فستان أزرق. موحد كان أزرق مزبوط. المايو كان لو تركواز كان أحلى. لو تركواز كان أحلى. هون إحنا عم نحكي السنة مش عم نحكي عن حفل الانتخاب، أنت بعده بالك بحفل الانتخاب. آه. مش رايحين من قدام عيونك دينا والمايو ولا الفستان. أها. أوكي. أوكي عام. أوكي عام. إيه. أوكي. شو بغير؟ مشي. عن جد مشي. اجيتي كارت كيتي صعب بتغيريه؟ قد ايه صعب؟ اذا انا عم تقولي ما بغير شيء لنشوف بكارت كيتي بيطلع لي غير كيتي؟ ما بيطلع عليك. خلينا نشوف كارت كيتي لكن كيتي انت عارفه تأذي على المسرح لمده 30 ثانيه وفارس هو المصور. حلو. يلا يا فارس يلا.